مرحبا. كثير منا يبي يرسل مقطع فيديو على الواتساب، ولكن يجي الواتساب بيقص جزء كبير من المقطع اللي هو حاب يرسله بحكم أن جودته عالية أو أن المقطع يكون طويل، فيضطر أنه يقلل حجم الفيديو أو مدته علشان يقدر يرسله. لكن الطريقة الجاية بدون أي برنامج وبدون لا تقلل حجم الفيديو، لو شفنا الآن مثلا نختار أي فيديو موجود عندنا في ألبوم الكاميرا، أنه قص جزء كبير من الفيديو وما أقدر أرسله بشكلها الكامل. لكن الطريقة الجاية بنتعلم كيف نرسله كامل وبجودة عالية. أول خطوة لازم تسويها وتتأكد منها أنك تدخل على الإعدادات وبعدين على الآي كلاود وتروح هنا، وبعدين تنزل لحد ما يجيك اي كلاود درايف وتفعل هذا الخيار. بعد ما فعلنا خيار الاي كلاود درايف ندخل على البوم الكاميرا، وبعدين نختار الفيديو اللي احنا نبي نرسله ونضغط على زر المشاركة ونقول له حفظ في الملفات ونختار اي كلاود درايف، بعدين نعطيه خيار اضافة. وبعد ما نقلنا الفيديو الان للاي كلاود درايف ندخل على الواتساب وكأننا بنرسل مقطع عادي، نضغط على زر المشاركة ولكن نختار مستند بدل مكتبة الصور الفيديوهات. بعد ما تضغط على مستند بيجيك الفيديو اللي انت نقلته، تضغط عليه وبتلاحظ انه بمدته كاملة بالطريقة هذه، يعني 3 دقائق الا، وبعدين تضغط على علامة ارسال وبيرسله لك بالمدة كاملة وبنفس الجودة اللي موجودة في مكتبة الصور. ومجرد ما المستقبل يفتح الفيديو راح يشغله له بالطريقة هذه. أتمنى إن شاء الله أن هالشرح هذا يفيدكم، وتحياتي للجميع. واللي إصداره أقل من 11 يعني 10 يحمل هذا التطبيق ويجرب نفس الخطوات، بدل لا يحفظ على تطبيق الملفات يحفظ على هذا التطبيق ويكمل باقي الخطوات. أتمنى إن شاء الله أن يفيدكم.